يوم مهم بالنسبة لي. اليوم سوف أصنع عائلة جديدة وأزرعها في مدينة الإلوئيل. لكن من هي الأو أم جي التي سوف تصبح أوكسانا؟ هل سوف ننجح يا كا؟ هل سوف تنجح هارلي باختيار الأو أم جي التي سوف تصبح أوكسانا؟ ها قد أتت هارلي. ما هي الأخبار يا هارلي؟ كل الأمور تجري كما نريد. من هي شخصية الأو أم جي التي اخترتها لتصبح أوكسانا؟ إنها شخصية جديدة ضمت حديثا لعالم الإلو إل سبرايز. من تكون يا هارلي؟ إنها من إلو إل أو أم جي سيرز 3. هل اختيار الأو أم جي كان مدروسا جيدا؟ نعم. هيا أحضريها. هذه الأو أم جي تعاني من عقدة نفسية منذ قدومها إلى عالم الإلو إل، وهي معقدة أنها لا تشبههم. كيف هذا؟ ما بها؟ بها عيب مصنعي. إنها كلاس، معلمة الإلو إل سبرايز. حقا تعاني من عقد نفسية أنها لا تشبه الأو أم جي؟ نعم، هي تنظر أنها أقل منهم. آه، لمتى سوف أبقى هكذا؟ متى سوف يصلحون رأسي؟ سوف أبقى طوال الوقت خائفة أن يسقط رأسي؟ ماذا سوف أفعل؟ ها؟ أين أنا؟ من أنتم؟ ما الذي أتى بي هنا؟ هاي أجيبيني أنت. اهدئي قليلا سوف تفهمين كل شيء. آه ماذا أفهم؟ من أنت؟ هارلي؟ ماذا تفعلين هنا يا هارلي؟ قلنا لك سوف تفهمين كل شيء بعد قليل. مرحبا بكم أصدقائي، ها هي كلاس من الإصدار الجديد لشركة الإلو إل التي بها عيب مصنعي. أنتم أخبرتموني في التعليقات أمو لا ترجعيها بل افعلي عليها دي آي واي، لذلك قررت اليوم أن أحول كلاس إلى أوكسانا. انظروا يا أصدقائي إلى شخصية أوكسانا، هي تمتلك بشرة ذات لون مختلف أقرب للون البنفسجي. يا ترى هل هي عملية سهلة أم صعبة؟ لكن أنا سوف أتحدى نفسي وأصنع من كلاس أوكسانا. تغيير لون البشرة، وأيضا انظروا إلى الشعر، أيضا هذا الشعر ليس باللون الأسود، إنما درجة اللون هذا بين اللون الكحلي واللون البنفسجي الغامق جدا. يا ترى هل سوف أنجح؟ أنا متحمسة لكي أبدأ العمل عليها. هيا لنبدأ يا أصدقائي. أجلسي، سوف نبدأ العمل. لكي أصبغ جسمها بهذا اللون أحتاج إلى دمج ألوان. لا أستطيع الحصول على هذا اللون، لا يوجد لون منفرد. ودمج اللون الأسود مع اللون البنفسجي الفاتح، وإن لم أحصل على اللون الذي أريده بالتأكيد سوف أضيف اللون الأزرق الغامق. أنا متأكدة من هذا لأني شاطرة في دمج الألوان. هيا لنرى. أول شيء سوف أفعل تجربة صغيرة، سوف أضع القليل من اللون البنفسجي واللون الأسود وأقوم بخلطهما، وأخذ القليل وأضعها على رجلها لأرى اللون إن كان مناسب. لا أعتقد أن هذه هي الدرجة المناسبة. حسناً، سوف أستخدم هذه توزيع اللون على رجلها. أيضاً يا أصدقائي ليست هي الدرجة التي أريدها. حسناً، سوف أضيف المزيد من اللون البنفسجي لأرى إن كان سوف يتعدل اللون. يجب أن أضيف اللون الأزرق الغامق. حصلت على اللون الذي أريده، انظروا ها هو لونها. واو أنا فرحة جدا. الآن يا أصدقائي سوف نبدأ بعملية الصبغ. لكي أصبغ وجهها بطريقة مثالية، بطريقة لا تظهر أنها مصبوغة، أي تبدو كأنها حقيقية، لذلك سوف أقوم بتمرير الفرشاة مرة واحدة هكذا، وأقوم بتوزيع اللون. لا أقوم بتمرير الفرشاة مرتين على نفس المكان لأنه سوف تظهر بأنها مصبوغة، فقط مرة واحدة وبعد أن تجف سوف أفعل الطبقة الثانية إن احتجت لهذا.
ها هي، أرأيتم كيف أصبحت؟ واو، جميلة جدا. لا أريد أن أفعل هذه الشخصية شخصية شريرة، ولا أريدها أن تكون بملامح مخيفة. أريدها أن تكون OMG أول مرة ببشرة مختلفة. سوف أدعها تجف الأب بوريس. لقد اخترت له هذه الشخصية. بما أن بوريس له ملامح خاصة، اخترت هذه اللعبة. أولاً الشعر باللون الأسود وتقريباً نفس التسريحة، وثاني شيء العينين البنطال، وأيضاً تقريباً نفس الثياب. هذه اللعبة البنطال مصنوع من البلاستيك. هيا لنبدأ. سأزيل الحواجب بالأسيتون لأن رسمة الحواجب مختلفة، وبنفس الطريقة يا أصدقائي سأقوم بصبغ الوجه. لكن هذه المرة لن أدعه يرتدي ثياب، سوف أصبغ ثيابه باللون الأخضر. سوف أجعله قميصا لونه أخضر لأني أريد أن يظهر شكل الجسم مثل بوريس. هو شكله بعد أن صبغته باستخدام السيليكون الساخن. سوف أصنع قبة القميص وأيضا الأزرار. حسنا، هيا لأتركك تجف قليلا. ها قد عدنا إليك. أريد أن أصنع لك مكياج. إلى أوكسانا. أوكسانا عيونها حادة بعض الشيء، لا تشبه ألعاب OMG. ألعاب OMG بعيون دائرية، لذلك سوف أصحح مكياجها لتتناسب مع شخصية أوكسانا. بالتأكيد لن أصنع لها هذه العيون لأنها سوف تصبح شخصية مخيفة. أنا لا أريد هذا. تحديدي هنا الآيلاينر. سوف أقوم برسم الآيلاينر بطريقة مختلفة بعض الشيء. لا أريدها أن تكون لعبة مخيفة، وأيضا سوف أضع القليل منها هنا لكي يعطي جمالا لعينيها. هكذا تبدو. لا أريدها، كما قلت لكم لا أريدها لعبة مخيفة. رسم الحواجب سوف أرسمها بطريقة OMG. هكذا تبدو. هنا تضع حمرة باللون الأحمر. سوف نضع لك حمرة لونها أحمر. وأيضا لن أنسى أن أضع طلاء الأظافر باللون الأسود. الآن جاء دور العينين بالتأكيد باللون البنفسجي، لذلك اخترت هذا القلم، أتذكرون؟ لكن سوف أكون دقيقة في رسم العينين لأنه قلم ليست فرشاة. سأحاول أن أكون دقيقة جدا. سوف أستخدم الفرشاة لتوزيع اللون. تبدو جميلة جدا. إنها ليست شخصية مخيفة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ الآن سوف أصبغ شعرها. أزرع لها شعر لأن شعرها جميل جدا وأيضا بلون جميل، لكن فقط أريد أن أبدل اللون إلى اللون الذي أريده، لذلك قمت بخلط ألوان عديدة لكي أحصل على هذا اللون، لأن لون شعرها ليس باللون الأسود ولا اللون الكحلي. ألم ينتهوا بعد؟ ساعات طويلة وأنا أنتظر. أريد أن أراهم. هيا أريد أن أرى إن كانت مخططاتي سوف تنجح. أحببتها كثيرا. ها هو شعرها. ها قد أصبحت لك أم. أنا فرحة جدا لأني نجحت في صباغة لون الشعر.